الصابون حبايبي اللي سويناه، هذا صابون البطاطا لتبييض البشرة، لإزالة التجاعيد، للتغذية عميقة جدا للبشرة. صابون البطاطا احصل على بشرة حليبية فاتحة بشكل دائم 100% ويزيل البقع والتجاعيد. تابعوا الفيديو على قناتي، قناة مملكة الفنون والتجميل. مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الحبايب الكل بخير. احييكم من قناتي، قناة مملكة الفنون والتجميل، واليوم راح نعمل وصفة رائعة جدا جدا بناء على طلب احدى الخوات طلبته من عندي. راح نعمل صابونة البطاطا الاصلية اللي هي 100%، راح نستعملها نعملها 100% صابونة البطاطا. هاي صابونة البطاطا لتبييض البشرة، لإزالة التجاعيد، لتغذية عميقة جدا جدا. بنفس الوقت حبايبي، قبل ما أبدي بالفيديو، المواد تبعتها كل سهلة وما فيها، المواد الرئيسية مادتين هي الصابون والبطاطا. أما الزيوت فرح تكون زيت اللوز أو زيت الليمون أو البرتقال، ممكن زيت الورد. طيب الطريقة أنا هيني اعطيتكم إياها، وممكن كل واحدة حتروح تسويها، بس الفن اليوم بالطريقة اللي راح أسويها، عشان هيك راح أقول لكم 100%. اللي أترجى من عندكم أنكم تشوفون الفيديو للأخير عشان تفهمون الخطوات، والشغلة اللي راح أضيفها هي اللي راح تخلي الصابونة تكون 100% صحيحة ومضبوطة. طيب قبل ما أبدي في الفيديو، طبعا شايفين إيدي صفرة لأني أعملت وصفة على قناتي، قناة مملكة الفنون اليدوية مبارح. هاي الوصفة كانت رائعة جدا جدا ورهيبة، بس أنا الفيديو عرضت يعني طب شو نقول، بنفس اليوم أنا مسجلة الصابونة مع هذا الفيديو، عشان هيك شايفيه قدامي، بس هذا راح يعرض قبل الصابونة بيوم. طيب هذا الفيديو حبايبي رائع جدا جدا، كيف تحمين بشرتك من التجاعيد. راح نعمل سيروم رهيب جدا جدا، وهو هذا السيروم. هذا السيروم حبايبي رهيب جدا، مضاد للشيخوخة، يزيد من الكولاجين بالبشرة، يزيل البقع، يزيل الكلف، يزيل النمش، بيعالج جميع مشاكل البشرة من خطوط ومن تجاعيد، ويستعيد مادة الكولاجين ويقلل من التجاعيد مع تفتيح رهيب. عملنا كمان بنفس اليوم حبايبي وبنفس الفيديو، عملنا تونر للشعر، تونر رائع جدا، ممكن يستعمل بتغميق الشعر وبنفس الوقت حبايبي لتكثيف وتطويل الشعر. راح تلقون هذا الفيديو الرابط تبعته في صندوق الوصف تبعت مملكة الفنون والتجميل. هذا خلص حبايبي وخلصت اني نشرت عليه. طيب اما الفيديو اليوم تبعتنا، ممكن نستعمل الصابون حبايبي. هذا الصابون الافضل، جلسرين، صابون الجلسرين. زين بحالة ما موجود ممكن تستعملين صابون الرقي او الغار، ما في اي مشكلة. طيب وما في كمان تستعملين ممكن اي نوع صابونة عندك. انا برشتها صابونة زي ما انتو شايفين، برشيها شوية بالناعم بالخشن زي ما حابة، بس عشان يسهل عليكي نبرشها بالناعم. برشت تقريبا حبايبي، انا راح اسوي نصف الصابونة، نصف الصابونة حبايبي. في كثير خوات بيقولوا لي الصابون مدى ينجح عندنا، لا تضيفوا له مي. انا احيانا اضيف لقدامكم مي بحالة صار معايا خفيف، ارجع ابرش صابون واذب عليه عشان يجمد معي. هسه زي ما انتم شايفين هذا هو الصابون، خليت نصف حبة الصابونة، يعني صابونة هالقدها نصفها حطيت. اما الان حبايبي فراح اسوي شغله كثير حلوه اللي هي البطاطا. انا جبت حبتين بطاطا لاني محتاجه حبايبي، انا محتاجه حبه كبيره فما عندي كبار. انا حطيت
حبتين، راح هيك نقطعها صغير ونحطها. ما راح نضيف ترى البطاطا هسه. الطريقة اللي أنا اليوم راح أسويها تختلف عن كل المرات اللي طريقة البطاطا، ويمكن غريبة حتى عليكم أو في خوات يعرفوها. زي ما أنتوا شايفين حبايبي، هاي هي البطاطا، راح أحاول إني أخلطها بالخلاط. حاول حبايبي أخلطها بالخلاط. ممكن تبرشيها بالمبرشة، ما في أي مشكلة، أصلاً أفضل بالمبرشة لأن ممكن بالخلاط يطلع معاها هيك صغير، قطع صغيرة، فإذا ممكن بالمبرشة ما في أي مشكلة. طبعاً عفواً حبايبي، أنا قطع معي الفيديو، مو مشكلة. أنا خلطت بالخلاط البطاطا، وبعد ما خلطتها حطيتها أصفيها. هون يا ريت تشوفين الفيديو للاخير، لان الفن بطريقه استعمال هاي الصابونه. هي بعد ما نذوب الصابون راح اورجيكم شو الفن بهاي الصابون، كيف راح نحولها من صابونه عاديه الى صابونه بطاطا 100% حبايبي. زي ما انتم شايفين حبايبي، انا قاعده احاول اصفي. طيب حاولوا صفوها كثير كويس، راح احاول اصفيها. طبعا هاي الصابونه بتزيل التجاعيد، بتزيل البقع، بتبيض، تستعمل للبشره وتستعمل حتى حبايبي للشعر، عفوا حتى للجسم. طبعا حبايبي زي ما انتم شايفين انا قاعده حصفيها وارجع لكم. حبايبي خلوها تصفى كثير كويس معاكم. بعديها طبعا هذا راح اسيبه على جهه. هون راح نضيف، طبعا من هون راح اسوي، حنضيف حبايبي ملعقتين اكل، مو كثار، ملعقتين او خلينا نقول ثلاث ملاعق اكل من عصير البطاطا. هذه زي ما انتم شايفين هذه اول ملعقه، ثلاث ملاعق اكل من عصير البطاطا. والوصفة ما خلصت، لأن عصير البطاطا اللي عندي راح نتفنن فيه بالأخير الفيديو بعد ما نذوب هذه الملعقة الثانية زي ما أنتم شايفين، وراح نضيف الملعقة الثالثة هون ونحاول. بعديها هاي ثلاث ملاعق من الصابون حبايبي، عفوا من عصير البطاطا. راح ناخذه لهذا، حسيب هاي هيك، راح ناخذ هذا حبايبي، ضفنا له ثلاث ملاعق من العصير البطاطا. طيب وراح ناخذه هيك ونحطه بحمام مائي. حمام مائي شو هو؟ عباره عن طنجره او صحن كبير فيه ماء، ونجيب هذه نحطها فيه ونسيبها لحد ما يذوب معانا الصابون، لحد ما يذوب معانا الصابون. راح ارجع لكم بعد ما يذوب الصابون حبايبي. وهيني رجعت لكم حبايبي، هذا هو زي ما انتم شايفين الصابون ذوبته وحطيته بحمام ماي، لان اذا حطيته مباشرة راح يخرب زي ما انتم شايفين. هذا هو هسه حبايبي، راح اضيف له هذه الاضافه. طبعا انا هون كنا احنا مسوين شنو؟ سوينا عصير البطاطا، وهسه راح احاول انه اصفيه كثير كويس. راح اخذ فقط حبايبي، طلعوا فقط النشا، هذا هو النشا، طلعوا هذا هو النشا تبعت البطاطا، هذا فقط النشا تبعت البطاطا. هسه راح يكتبوا لي يصير ناخذ النشا ام يوسف، هذا هو النشا زي ما انتم شايفين تبعت النشا اللي نستعمله للحلو. ممكن تضيفون معاه ملعقة صغيرة من النشا العادي كمان إذا حبيتوا. أما النشا البطاطا قد ما يطلع عندك نشا ضيفيه قد ما يطلع، وارجعي أخلطي كثير كويس زي ما أنتم شايفين. خلطي النشا
طبعا يا ريت ملعقتين، يطلع هيك ملعقه كبيره من النشا، انا طلع عندي شويه قليل. طيب لازم يطلع ملعقه كامله، البطاطا لازم تكون اكثر. انا راح احاول هذا اخليه كمان يصفي كثير كويس وارجع اضيفه. هذا كمان حبايبي، حاولوا حبايبي النشا ملعقه اكل. طيب بعدها طبعا هذا الماء هسه بقول شو بتسوون فيه، تاخذون فقط النشا تبعت البطاطا، فقط النشا تبعت البطاطا. هسه حبايبي رح نضيف ملعقه زيت، انا عندي زيت اللوز مع جوز الهند، انا عامليته سويته زيت الجوز اللوز عفوا بجوز الهند، وهيه هو جامد عندي عشان بزيت جوز الهند. طيب ضفت حبايبي ملعقه وسط، وراح كمان اخلطه كثير كويس زيت اللوز مع جوز الهند، وممكن نضيف بس جوز الهند، وحبايبي ممكن نضيف زيت قلنا الليمون او البرتقال، وراح اضيف حبايبي زيت الورد ملعقة كمان وسط. طبعا هاي زيوت اختيارية، ممكن تختارين زيت الليمون او زيت قلنا البرتقال كمان بيصير، وممكن نضيف حبايبي فيتامين اي كمان كبسولة او كبسولتين، وكل هذا الشيء اختياري. وراح نخلطه كثير كويس، ضروري جدا حبايبي النشا تبعت البطاطا ينحط ملعقة اكل، بحالة طلع عندك كلش قليل ضيفي ملعقة صغيرة من النشا العادي. وهسه حبايبي رح نحطه بقوالب، القوالب اللي انتي حبتها، هذا هي انا القوالب اللي راح استعملها، راح احطها بالقوالب وارجع لكم. وهذا هو يا حبايبي الصابون، ان شاء الله بس يجمد راح نحطه شويه بالثلاجه، يعني نخليه 4-5-6 ساعات، ممكن يوم كامل، وبعديها نحطه باي مكان بيكون جاف. سي بي ان سي اسبوع او 10 ايام راح يكون عندك صابون جامد. دائما حبايبي اذا الصابون ما مسك معاكي كثير كويس، يعني معناتها عندك كمية الماء قليلة. انا ما ضفت مي، ضفت 3 ملاعق من عصير البطاطا. طيب وضفنا ملعقة كبيرة من النشا حبايبي او ملعقة وسط. هذا المي حبايبي ممكن هاي شوفوا النشا بلش ينزل تحتها، هذا حبايبي ممكن نضيف عليه قليل من اي زيت اتحابته، زيت اللوز، وتمسحين فيه كمان البشره تبعتك. اما الصابون بس راح يجمد، راح اورجيكم اياه ان شاء الله تشوفوا. هذا هو اليوم حبايبي الفيديو تبعتي، اتمنى انه ينال ارض الجميع، يستعمل حبايبي للبشره وللجسم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.